مجلس الانتخاب. أترككم الآن مع الأستاذ عبد الرفيع في سكتش فوكان. إلى اللقاء. السلام عليكم. تبارك الله كل شيء اليوم مفركز. وتعت الله انتم دابا محتاجين شي منحه. ها ضلوا في الجروب تسولوا على المنحه. جات المنحه وشوف تبارك الله تكسطيره. شوف 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 واش هادشي كرا ولا شرا ولا اش هادشي؟ ها وانا جاي في الطريق وانا نتلاقى واحد السيد غادي هو واحد ولده صغير غادي والدري كيبكي بغا يقيدو في المدرسه. يلا وليدي يلا نقيد. قال لي لا لا باب واش تقيد في المدرسه؟ علاش يا ولدي؟ كيضربني الاستاذ كيضربني المدير وكيضربوني التلاميذ ويقول لي با ها وليدي ها تقيد في المدرسه راه كلشي فيه الضرب. اشناهو هذا اللي ما فيهش الضرب؟ قال لي با بغيت نمشي للمنتخب ما كيضرب حتى احد. استفدنا كثير في الفورماسيون الحمد لله. ومن اهم الحوايج اللي استفدنا هو كيفاش نعيشوا باقل الوسائل. واخا المنحه كانت كتعطل علينا الصراحه ما كناش محتاجين لها. مني جيت انا ان شاء الله لهاد الفورماسيون هادي ما كنتش كنعرف انا باللي ماطيش راه من الفواكه. ومني كرينا واحد الاستاذ كيقول لينا وراه ماطيش من الفواكه راه ماطيش من الفواكه. وهاي اش كيقول هذا؟ مشيت للسوق. السلام عليكم ازيد. شحال التفاح؟ 10 درهم. شحال البنان؟ 30 درهم. شحال الخوخ؟ 40 درهم. تما تعكش باللي ماطيش راه من الفواكه وراه غندوزو الشهر البيض وماطيشة التيسير ماطيشة. ما عمريكش كنعرف باللي كاينه البطاطا القزبية والبطاطا الحلوة والبطاطا ديال القليان والبطاطا ديال السناق والبطاطا برطل والبطاطا اللي كيسرحو بها الراس ديال البوطا. الوقت شوية رفيق الوقت شوية. ما عمريكش كنعرف نفرق بين الربيع والقزبر والكرافس والمعبنوس. مشيت للسوق قلت لواحد السيد الله يجازيك بخير علمني كيفاش نعرف نفرق بيناتهم. قال لي اش كدير؟ قلت ان شاء الله غنولي استاذ. قال لي شوف انا غنشرح لك دابا في القرايه. انت الربيع لونه اخضر القزبر ساكولور ايفير المعبنوس It is color, it is green. Oh, الكرافس لون سيكا ازكزا. اش كندور في السوق هذاك الشيء في نور ولا ما عرفتش كتقولوا التومايا وكنسحبوا هنا الشحمه ولا اش كتنوض في الارض؟ الحمد لله تعلمنا بزاف د الحوايج. تلاقينا مع شي ناس علمونا كيفاش نعيشوا باقل الوسائل. كان معنا واحد الاستاذ تبارك الله وكتعدو هذيك المكانه ديال الفروج كيريقلها في الصباح باش ينوض الصباح بكري. ملي كينوض كيحيد لها الحجر باش ما يتقاداش ليها الحجر. بالليل تاني ملي بغا ينعس كيعاود يريقلها وملي كيسالي داك الحجر كيسخنو في المقلع. المهم عايش تبارك الله. كان كيشري السيس التعبئه وكيخبيها في البزدان تيكون الضوء. علاش شاريها؟ علاش شاريها؟ سبحان الله. كان كيشري خبز المحراج وديك البلبوله اللي كطيح منه كيجمع في واحد الميكا وبلي كيدير لها الكسوه. سبحان الله العظيم. وكي هاد الناس كتعرف تعيشها. كانوا معنا ايامات كاس العالم كانوا معنا واحد خمسه الاساسي ديما غادي لواحد القهوه ديما مشاكل البراد. وهذاك الكارسون ديال القهوه ومن كاع قال لهم شوفوا البراد راه ولا ب 6 درهم الغد اللي جابوا الاستاذ معاهم. لا وسخ الناس كتعرف تعيشها. الحمد لله استفدنا كثير. سبحان الله العظيم. النساء ديما عندهم بزاف. النساء تحيا النساء. دابا حتى في التعيينات ان شاء الله النساء المتزوجات غادي يخدموا حدا الاكاديميه والنساء الغير متزوجات غادي يخدموا حدا المديريه والرجال ما تمشي لكم غا الفرعيه ولا شي مدرسه في شي منطقه نائيه. على ذكر الزهر ديما العيالات عندهم الزهر. سبحان الله العظيم كاع اللي كتجي على صفه المؤنث كتكون ظريفه ومزيانه. مثلا كنقولوا العطله الراحه سفيره تبحيره دخول مدرسي ما حضرني نتيحه. ترقية الكفاءة تزكية
ترجع السوفي السبساب العزل تقرير الحياة المدرسية شي فسحة فنية شي قهوة بالعشية شرع القانون حي الضحك تا هو على ذكر الزهر عينوني في واحد الفرعية سميتها مدرسة النجاح ومشيت كنقلب عليها وهي ما معروفاش وغادي وانا نتلاقى مع واحد الزاكوري السلام عليكم اسيدي فين جات مدرسة النجاح قال لي شوف دابا دروك صاحبي الحال حامي سير في الظل سير لينشان تتبان لك واحد النخلة راه فيها التمر ديال بوزكري سولت ما واحد السيد راه غايقول لك فين جات مشيت حتى لتما لاقيت مع واحد السيد مراكشي السلام عليكم اخويا الله يجازيك بخير فين جات مدرسة النجاح ايوا ما كاينه معنا صاحبي الحال مطنطان انت تتقلب على مدرسة النجاح وشوف الليل معك شوف خذ لك شي كرون تاكسي فهمتيني بغيت ربيك شي 25 كيلومتر قريب ياك وملي تنزل خذ لك ثاني بتي تاكسي بغيت ربيك واحد الطفلاي ثاني معلم وملي تنزل تما تسول على واحد السيد يقول لي الجلاتي ديال داكشي ديال باولو فهمتيني هو غينعت لك واحد السيد اخر يبيع داكشي ديال المراجيات والدريعيات عم السيدي هو بيقول لك كلشي فهمتيني